طيب، هذه ندوة من ندوات طابو على الصعيد المغربي، لأن هي تخص وقاية وحماية الطفل الممارس وبالضبط لكرة القدم. هي ندوة يؤطرها واحد المجموعة ديال الأطر ينتمون إلى الجامعة الأندلسية لكرة القدم، وكذلك مكتب الدراسات أو ما يصطلح عليه بالمصطلح العلمي سيديفا، بتنسيق مع نهضة طنجة وكذلك تنسيقيات قدماء لاعبي مدينة طنجة ومدرسة اتحاد طنجة لكرة القدم. وكما قلت، الموضوع له أهمية لأنه في بلدنا هناك واحد المجموعة ديال الممارسات التي تمارس ضد الطفل المغربي أثناء قيامه بواجبه الرياضي، سواء داخل أحياء شعبية أو داخل بعض المدارس الكروية، لأنه الطفل من حقه أن يمارس، ومن حقه طبعا أن يلعب، ومن حقه كذلك أن يلبي كل هذه الرغبات في فضاء اللي هو سليم نقي. ولكن حينما نسمع مجموعة من الممارسات قد تصل في بعض الأحيان إلى الشذوذ الجنسي، فأعتقد ما أنزل الله بهذا من سلطان. فهذه الظاهرة يجب أن تحارب بشتى الطرق، وتبقى من أحسن الطرق بالإضافة إلى القانون إلى الزجر، ولكن يبقى التأطير هو أهم حاجة في هذه العملية. وهنا من خلال هذا الحضور اللي كنشوفه، الحضور مكثف ديال الآباء والأمهات والأولياء ديال الوليدات، هذا شيء جميل، لأنه حتى البيت يتحمل مسؤوليته في ذلك. البيت يجب أن يراقب الطفل أو الطفلة لمن تعاشر، أين تقضي وقتها، حتى إذا كانت تستعمل الهاتف الذكي، إذا ما هي المواقع التي تتعامل معها، ما هي الأسماء التي تتعامل معها، لأن واجب الأسرة هو ضروري في مثل هذه الحالات، لعلنا نضع حد لهذه الظاهرة التي أصبحت تشاع في أوساطنا وخصوصا في المجال الرياضي. إذا شكرا لهاد الناس اللي قاموا بهذه الندوة التي نعتبرها سابقة، لأنه ندوة لا شك على أنها ستثير الانتباه على الأقل إذا لم نتمكن من محاربة الفاعلين، ولكن على الأقل سنعي الآباء الأمهات أولياء الأمور بأنه يأخذوا وليداتهم في واحد النوع ديال الحراسة، واحد النوع ديال التتبع، واحد النوع ديال المواكبة. فمزيدا من هذه الندوات لعلنا نرتقي أولا بسلوكنا، ثانيا لكي نطمئن على أبنائنا ونحن نرسلهم إلى مجموعة من الفضاءات الرياضية وغير الرياضية. أيضا شكرا لمن كان وراء تنظيم هذه الندوة وهذا اللقاء.